يوم العيد تكثر منشورات الحزن والرسائل للموتى في المدخول، خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة. في ناس قليل الفقه وقليل العلم يختلقون مشاكل يوم العيد وليلة العيد. يوم العيد يا جماعة يتغاضى عن بعض المسائل التي قد تكره في أوقات أخرى، لا نقول تحرم، لأن يتغاضى عن بعض المسائل لعدم إحداث خلافات، لعدم إحداث مشاكل. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث في بيته، فجاء أبو بكر ومشتد أبو بكر يقول: أفي بيت رسول الله؟ أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبو بكر، هذا يوم عيد، دعهما يا أبو بكر، هذا يوم عيد. فطفقنا يغنينا بما كان من غناء بعاث، لكن أتت على قول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع هذا وقولي بالذي كنت تقولين. ثم إن عائشة كانت تضع خدها على خد النبي وتنظر للأحباش هم يلعبون في المسجد بالدرق والحراب، قالت: حتى كنت أنا التي مللت، كنت أنا التي مللت. والنبي يقول: يا حميراء، يعني بياض بحمار، عائشة كانت بياض مشوب بالحمرة، يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: حتى كنت أنا التي مللت. فالأمر في ساعة، اسمه عيد يا جماعة، اسمه عيد، عيد لعوده بالفرح والسرور. أما أن تقلب العيد جنائز وتجلس الأم تبكي ابنها الذي مات من 20 سنة، تنكد على الأسرة كلها بسبب قلة فقهها، تتصبر تتصبر. بارك الله فيك وحفظك الله. افرحوا يا أيها الإخوة بالعيد، افرحوا أن الله أتم عليكم العيد، أتم عليكم الصيام. وإذا كان النبي قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فلنفرح بعيدنا، نفرح بعيدنا. أما أن تقلبها محازن وتقلبها عزاءات وذهاب للمقابر وندب فلا يصلح مثل هذا.